الله يمسيكم بالخير. مع سهولة استخدام التقنيات اليوم، صار باستطاعة أي شخص إنشاء متجر إلكتروني. وعشان نزيد موثوقية متجرك الإلكتروني ونحمي حقوق المستهلكين من متاجر وهمية وغير موثوقة، طورنا ونقلنا مهمة توثيق المتاجر الإلكترونية من منصة معروف إلى منصة الأعمال. وعشان يكتمل توثيق متجرك في منصة الأعمال، في شرطين أساسيين. الأول، وجود سجل تجاري أو وثيقة عمل حر سارية المفعول. الثاني، وجود حساب بنكي تجاري مربوط بمتجرك. وبكذا تكون منصة الأعمال هي المنصة الوحيدة المعتمدة لتوثيق المتاجر الإلكترونية في المملكة.